باقي من الزمن 96 ساعة، أصحاب المعاشات على موعد مع قرار السيسي التاريخي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية. طيب قبل ما نشوف تفاصيل الموضوع، ياريت نعمل اشتراك بالقناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية. أكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر أن هناك 10.7 مليون مواطن من أصحاب المعاشات يستفيدوا من قرار زيادة الحماية الاجتماعية الاستثنائية الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق من اليوم. وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير أن تكلفة الزيادة التي تتحملها الدولة بعد القرار لأصحاب المعاشات تصل إلى 31 مليار جنيه. وشدد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنه خلال 4 أيام سيتم صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، مضيفاً لأول مرة يتم إقرار منحة للمرة الثانية للمواطنين من أصحاب المعاشات خلال عام واحد. هذا وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن وقت سابق من اليوم عدداً من القرارات السارة للشعب المصري، من بينها إقرار علاوة استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة بمبلغ 300 جنيه شهرياً، ويستفيد منها جميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه لجميع الدرجات بدلاً من 2700 جنيه. شكراً لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير. أي سؤال أو أي استفسار ضعه لنا في تعليق.